أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على معظم أسعار الطاقة، فيما انخفضت المعادن النفيسة وأيضا العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.12%، ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 83.29 دولارا للبرميل الواحد. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع توجه الأنظار حاليا نحو الاجتماع الذي ستعقده لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك بلس غدا الجمعة عبر الإنترنت لتقييم وضع السوق وتقييم تأثير خفض الإمدادات. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.30% عند 1968 دولارا للأوقية. وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات الخميس لكنها تتداول قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية التي ستساعد في توقع مسار الفائدة. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة 1.41% لتغلق عند مستوى 29137 دولارا. وتراجع أداء العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع طفيف للدولار في ظل انتظار بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر غدا.